نيو تك. عسلامتكم ومرحبا بكم في نيو تك. اليوم باش نحكيو على اخر اصدارات شركة سامسونج في عالم الهواتف الذكي. سمارت فون سامسونج جالاكسي اس 22 الترا، ليكرون 6.8 بوص ديناميك اموليد 120 هرتز، يجينا بتروا كاميرا 10-12-108 ميجا بيكسل، وبدقة تصوير الفيديو ينجم يوصل ال4K. بالنسبة للكاميرا سيلفي جينا ب40 ميجا بيكسل، ستوكاج 256 جيجا، والرام 12 جيجا. نمشيو للبروسيسور ومش نلقاو سناب دراجون 8 جينيراسيون، والباتري جينا بساعة 5000 ملي امبير مع شارج تايب سي. السامسونج جالاكسي اس 22 الترا يجينا بثلاثة الوان، بلون نوار وفير سبيس، وبالنسبة للسوم نتاعو 5999 دينار. نيو تك. من عالم الهواتف الذكية نمشيو لعالم الألعاب الإلكترونية، وين شركة سوني تكشف عن تاريخ إصدار بلاي ستيشن 6، وين تخطط الشركة باش تخرج إصدارها الجديد في عام 2027. وأعلنت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة في استحواذ مايكروسوفت ب 68 مليار دولار على شركة أكتيفيجن، وهي صفقة عرضتها سوني. وتنصف الوثيقة المكونة من 22 صفحة على أن شركة سوني تعتقد أن الصفقة باش تبقى بالمنافسة واللاعبين والصناعة والمستخدمين. واعترف العملاق الأمريكي أن العروض الحصرية PS5 تتفوق على عروض إكس بوكس الحصرية. هذه كانت نيو تيك لليوم، خليكم برونشي على الحياة FM. نتقابلوا غدو في نيو تيك جديدة. باي باي. نيو تيك.